واحدة ست بنتها ما بترضعش بقالها 4 أيام، فالطبيعي في الحالة ديت الست بتاخد بنتها وتروح للدكتورة، فالطبيعي إن الدكتورة قالت لها هاتي بنتك نكشف عليها. في حالة الكشف الدكتورة قالت لها إزاي بنتك ما بترضعش بقى 4 أيام وأثر الرضاعة على بقها، يعني أنت جاية بتهزري ولا جاية تضيعي وقت؟ قالت لها يا دكتورة أنا بنتي بقى لها 4 أيام ما بترضعش. قالت لها بنتك بقى لها 4 أيام بترضع ومفيش أي مشكلة معاها وأثر الرضاعة على بقها. طب وقررت تسهر طول الليل لحد ما تشوف مين اللي بيرضع بنتها، وفعلا لقت عجب العجاب العجاب العجاب. مين اللي بيرضع البنت دي وبترضع ازاي وايه القصه وايه الحدوته؟ ده اللي هنحكي عنها. بس قبل ما نحكي عنها احب اعرفك بنفسي، انا قناتي اسمها الله ما تقبل، وانا اسمي سعيد مبارك مقدم البرنامج. يا ريت ما تبخلش عليا باللايك عشان الفيديو ينتشر والاشتراك عشان القناه تكبر. فلنبدا القصه، يلا بينا. بنبدا القصه ببنت دلوعه بابا وماما، بنت كانت مدلعة وعايشة حياة ترفيهية فوق الوصف، يعني بمعنى أصح بنت فافي، كل طلباتها في بيت أبوها وأمها مجابة، يعني بمعنى أصح البنت دي كانت أتقل حاجة بتشيلها هي الأجندة بتاعة المدرسة، وكانت حاطة لنفسها سيستم معين في حياتها، وكل واحد له طريقة يحترم عليها، لدرجة إنها حبت ولد في الكلية وكانوا واعدين بعض بعض فترة الكلية انهم هيرتبطوا ببعض، بس حصلت مشكلة للشاب اللي هو كان موعدها بالزواج. المشكلة ان جاله عقد سفر للخارج، فقال لها انا هتجوز سنة واقعد معاكي السنة ديت، والسنة اللي بعدها هكمل حياتي بره وارجع لك كل سنة 15 يوم وهبعت لك كل اللي انت عايزاه. ولكن البنت رفضت تماما وقالت لا، وانا اشيل الهم لوحدي ليه؟ وافرض انا خلفت اشيل مسؤوليه بالبيبي اللي معايا ليه؟ وكانوا واعدين بعض هيفضلوا مع بعض مدى الحياه، وفجاه البنت اتخرجت والولد اتخرج، فربنا اكرم الولد بعقد سفر للخارج وعقد سفر بمرتب كبير جدا، فعرض عليها الامر، قال لها انا هسافر سنتين وهرجع اتجوزك اكون جبت فلوس كتير عشان اسعدك وهنيكي، فهي قالت له استوب لحد كده، انت ما تلزمنيش، انا مش هستناك، انا هشوف غيرك، لانها بنت دلوعه بابا وماما، جالها واحد واثنين وثلاثه نفس النظام ما وافقتش عليه، وفجاه جالها واحد حبته جدا وحبها جدا وعاشوا مع بعض سنه جميله وخلفوا بنت وعملوا لها عيد ميلاد فوق الوصف وفوق الجمال، ولكن يا فرحه ما تمت، خدها الغراب وطار. ولكن الراجل ده اللي هو اتجوزها ابو البنت اللي خلفت اللي خلف منها سافر سفر طويل، عمل حادثة، الله أعلم واحد ضربه بتريلا كان مسطول ولا واحد ضربه بعربية، المهم إن راح عند ربنا، ففضلت البنت الست دي زهقانة من بنتها وقرفانة من بنتها وتقول لها أنت سبب تعاستي ليل ونهار. فتعمل إيه؟ كلمت أخوها، قالت له أنا قرفت من الدنيا كلها وقرفت من الحياة، بعد ما كانت مرفهة ومدلعة وفافي ويعني كل طلباتها مجابة، بقت إنسانة وحيدة، بقت إنسانة شايلة هم طفلة، بقت إنسانة بلا رجل، فأخوها قال لها إيه رأيك تيجي تفتحي بيت مامتك وباباكي وتقعدي فيه؟ قالت له لأ، أنا سيبني في شقتي زي ما أنا قاعدة، كافية خيري شري، لا عايز أشوف حد ولا حد يشوفني، وفعلا قعدت في بيتها وفي شقتها، أخوها بقى يجيب لها عريس واثنين وتلاتة وهي رافضة الموضوع تماما، واللي عرفها أولا أو أخيرا للأسف هي الطفلة الرضيعة، بنتها اللي جوزها سابها لها ذكرى وبتعتبرها ذكرى مش كويسة، لأن هي بتبقى السبب في تعاستها، لأن هي بتقول إن أنا لما أجي أتجوز هيجي واحد يتجوزني ببنتي هيذلني وهيقول لي أنا اللي بربيها. وفجأة أخوها جاب صحابه وراحوا من الشقة عندها
واخذوا عفشها غصب عنها وحطوه في شقة ايجار حديث، وقال لها خلاص ما تقلقيش ايجارك انا هدفعهولك كل شهر، بس عشان تبقي قريبة مني، لان السكن اللي اخوها اخده لها ده كان قريب منها. وفعلا رضيت بالامر الواقع وراحت الشقة الجديدة. وفجأة لقت بنتها اللي كانت بترضع كتير او كذا مرة في اليوم ما بترضعش خالص، لان البيت بيت جديد. وفجأة قررت انها لازم تراقب البيت. سابت البنت فترة طويلة، ومرة واحدة فتحت الباب ودخلت مسرعة على الأوضة، لقت حاجة سودة وحاجة عينها حمراء، بعد كده حاجة ضربتها على ظهرها خلت وشها جه في السراحة، وفجأة ما لقتش حاجة ولقت البنت بس بتقول أنا اتضربت ضربة جامدة وظهري بيوجعني ومش متهيأ لي، طب ايه اللي حصل معايا؟ قررت انها برضو تراقب الموقف. فجأة لقت البنت بتعيط عياط هستيري والبنت مش في الأوضة، جريت لقتها في قلب الحمام، دخلت في قلب الحمام قالت بس كده انا فهمت، دخلت المطبخ جابت السكينة وهي ايدها بترتعش وقالت انا لازم اموت الموجود الشبح الموجود اللي هياخد بنتي مني. وهي داخلة طبعا مرعوبة لقت الشبح فعلا بيقول لها انت ما تقدريش تعملي حاجة، لان انت ما تنفعيش ان انت تبقي ام، وانا هاخد بنتك واخدها معايا ومش هتشوفيها. وفي لحظة الشبح هياخد البنت امام الشباك، الام جريت مسرعة خدت البنت وحطتها في حضنها. ودي كانت قصة الام الطاغية، الام الام مش كويسه، الام اللي اهم حاجه مصلحتها، لانها كانت بتكره بنتها وكانت بتقول لبنتها انت السبب في تعاستي. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.